هذا ويواصل معرض القاهرة الدولية للكتاب في دورته 55 فتح أبوابه للجمهور بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع 5. وتأتي هذه الدورة تحت شعار نصنع المعرفة ونصون الكلمة، وتقام الفعاليات حتى 6 فبراير المقبل بتنظيم الهيئة المصرية العامة للكتاب. السنة دي تطور كبير في المعرض، وفي حضور كبير من الزائرين، في تنوع كبير. احنا هنا في صاله 3، دور نشر عربيه متميزه، كتب مختلفه بتناسب جميع الفئات. انتهز هذه الفرصه لاعبر عن امتناني لمعرض القاهره الدولي للكتاب. نحن في مهرجان سنوي حافل بكل انواع الكتب، اعتز دائما نعتبره بمثابة حجز سنوي نأتيه من بلداننا لنلتقي فيه، نتعرف على أهم مصادر من كتب وأهم مثقفين، نحضر محاضرات. في الحقيقة نشكر الهيئة العامة للكتاب هنا بالقاهرة بمصر، بلد العلم والعلماء. يعني هناك إصدارات جديدة، دائما يعني نرى إصدارات جديدة في المعرض في القاهرة، وكذلك في حسن التنظيم والتواصل. يعني في الحقيقة الجهة المنظمة قدمت لنا كل ما نحتاج إليه في هذه المشاركة. المعرض جميل وفي كتب من كل الدول، وكتب جميلة ومتوفرة في كل حتة. يعني أكون حريصة أن كل سنة أكون متواجدة في معرض الكتاب، بنشوف الكتب الروايات كل سنة مختلفة إزاي، التنظيم بشكل أكبر. يعني أكتر حاجة كانت جذبت انتباهي السنة دي في أول أيام معرض الكتاب هي توافد جنسيات مختلفة من جميع، يعني نقول من جميع البلدان بشكل كبير جداً.